مستر أندريا، من هو الفريق اللي انت شايفه كان مفاجأة على غير التوقعات في هذه النسخة؟ في هذه النسخة أقول لكم، عفوا إعادة السؤال مرة ثانية، من هو الفريق الذي تعتبرونه مفاجأة هذه النسخة من يورو 2024؟ كانت هي المفاجأة، لأن سويسرا قامت باللعب جيدا أمام كبار الأندية، كبار الفرق. نعم.